أنا حلوة بس أنفي مرحبا. أنا بعاني من مشاكل بالأنف من سنين. من سنة عملت عملية بأنفي وللأسف النتائج ما كانت أبداً مرضية، لبين ما زرت مراكز النوفوميد والتقيت بالدكتور باسل حسونه اللي أقنعني بإجراء العملية كيف النتائج رح تكون اللي أنا كتير متحمسة لها. مريضتنا اليوم بتعاني من أشكاليات بالأنف بعد عملية سابقة. بالنسبة لمريضتنا صار عندنا عدم تناظر كبير، ميلان بالأنف وعروجات موجودة على البروفايل بسبب ضعف هيكلية الأنف. هذا أنفي بعد 3 أشهر من العملية. أنا كتير مبسوطة بالنتيجة، نتيجة جداً طبيعية، رجعت لي حياتي مثل ما كانت قبل وأحلى كمان. شكراً دكتور باسل، شكراً لنوفوميد.